تابعين معكم مشاهدينا بيوم جديد. كتار منا سمعوا وربيوا إذا بدكن على فكرة أو على قول ضرب الحبيب مثل أكل الزبيب أو مثل الزبيب. يعني ضرب الحبيب شيء كتير حلو، كل ما حبينا شخص بنضربه أكتر بنبين قدي نحنا منحبه. هالشي أكيد ما هو مزبوط، لبل على العكس والعكس هو الصحيح، ضرب الحبيب معيب. حتى نحكي اكثر عن هذا الموضوع بصرنا نرحب ونستضيف معنا باستوديو زينب حجازي. اهلا وسهلا فيكي. حضرتك منسقه برامج الصحه النفسيه بالشرق الاوسط اي ام سي او الهيئه الطبيه الدوليه، اهلا وسهلا فيكي. بدنا نحكي عن حمله التوعيه حول تعنيف المراه تحديدا او تعنيف الحبيب كمان، ليش لا؟ كمان أرس الزيدي اهلا وسهلا فيك، ورودريغ نعمي كمان اهلا وسهلا فيك. حضرتكم اثنيناتكم شاركتوا بورش عمل خاصه بموضوع التوعيه. خلينا نبدا معك بالاول زينب، تعرفينا اكثر عن هيدي الحمله، كيف وصلت لعنا على لبنان وشو عم بيصير على المضبوط؟ اعرفكم شوي عن الهيئه الطبيه الدوليه. نحن منظمه دوليه انسانيه موجودين بلبنان من 2006. من وقتها نحن بنقدم خدمات صحيه اوليه وخدمات صحه نفسيه. من سنتين تقريبا بلشنا على الشغل على برامج التوعية أو برامج حماية المرأة ضد العنف. هيدا إجا من بعد ما شفنا حالات كتير من خلال مراكزنا ومستوصفاتنا الموجودة بكل لبنان. هلأ بالوقت الحالي عم نشتغل مع منظمة أبعاد بالشركة مع أكيد مع مدام غيدا أناني. التوعية أو الحملة اللي أنت عم تحكي عنها هي أكشلي حملة عالمية، اللي هي حملة 16 يوم من النضال لمناهضة العنف ضد المرأة. نحن بهيدي الحملة عملنا شيء فيري نيشن وايد. جزء منا هو التي في سبوت اللي حنحكي عنهم. في مثل أرس ورودريغ هن من أصل 16 شاب لبنانية وعراقية دربوا معنا بالتي في سبوت برودكشن. كانت الفكرة من وراء هيدا الشيء انه نحن كل شخص له دور بوقف العنف ضد المرأة، وبالتحديد الرجل له دور أساسي بإنهاء العنف ضد المرأة. فدربناهم اكيد اول شيء على ما هو العنف ودورهم هن بانهاء هذا العنف، واشتغلنا مع شركه وندر بوكس برودكشنز اللي دربناهم على الفيلم ميكينج. في منهم اكيد كان عندهم باك جراوند بهذا الموضوع ومنهم لا. اشتغلوا كتيمز حطوا ستوري بورد، كل ستوري بورد تعني مسج معينه بنطاق الحمله ضد العنف. اخذوا هيدي ستوري بورد وعملوها تي في سبوت، ففين هن كانوا اكشلي ورا الكاميرا وقدام الكاميرا، فكانوا جزء يعني اساسي من البرودكشن ككل. وهدول تي في سبوتس اكيد حينعرضوا على ناشونال وانترناشونال تي في ستيشنز، واكيد بننهي كل تي في سبوت بانه كل شخص له دور بانهاء العنف، واكيد ضرب الحبيب معيب اكيد معيب ان كان رجل ولا مرأة، لانه أكيد. كمان هلا الرجال صاروا معنفين كمان، بما انه المساواه لحقتكم ولحقتنا بكل شيء. حتى احكي معكم اكثر أراس ورودريغ، انتم من بين هالشباب يلي شاركتوا طبعا مثل ما ذكرت زينب، عملتوا هالكامبانيا بيبيسيتير او يعني هالاعلانات يلي طبعا بتوعي وضد العنف للمرأة. اول شيء خلفيتكم كيف وليش انتم تحديدا، وشو الفكره اللي كانت عندكم بالنسبه لتعنيف المراه؟ بلش معك أرس. بما انه انا أرس من العراق ودارس اخراج التمثيل، اجتني دعوه من قبل الاي ام سي عن سبوت راح نعمل ضد حمله ضد عنف ضد المراه. فخلفيتي اللي كانت بالعراق قد في عنف بالعراق ضد المراه وضد ضد كل شيء، مش بس المرأة. فحبيت انه اقول شيء، حبيت انه يكون لي دور بوقف العنف ضد المرأة. قبلت انه فوت معهم مع الاي ام سي مع جمعية ابعاد، وعملنا شيء ان شاء الله بيكون هلا عم نشوف كمان الصوت بذات الوقت يعني، وهيدي كثير علقت عليها انت، كيف تعمل الساوند ضرب الحبيب شك معيب لانه هي مكتوبه زبيب، ف بناكد على الشك انه معيب يعني مش زبيب. اوكي يعني عن اختبار خاص انت شفت بالعراق المراه كيف عم تعنف، التعذيب يلي عم بيصير، فحبيت كمان تعبر عن هذا الموضوع. اكيد وانه بما انه هي من قبل جايه، كن رجل وخذ موقف،
يعني لازم يكون عندنا موقف ضد العنف اللي عم بيصير ضد المرأة. يعني ما نقعد ساكتين وعم نشوف مرأة عم تعنف. فينا نعمل شيء، فليه ما بنعمل؟ نعم. يعني كمان لفت انه رجال وشباب عم يشاركوا بهيدي الحمله، هون الضروره بهيدا الموضوع. رودريغ مثل ما يعني دائما هيدا المثل، ضرب الحبيب مثل الزبيب، والمراه مثل السجاده العجميه، كل ما ضربتها كل ما تجوي اكثر. عن جد نسمعهم هون يعني، وفي كثير بيكونوا هالقد واثقين فيها للقصه يعني. فهون خبرنا شوي، هي بتضحك بس بتبكي بذات الوقت. خبرنا شوي عن تجربتك بهالورك شوب، والفكره كان جاي حملها، وبعدين شو صار؟ اوكي، رح احكي كيف فت على الورك شوب. شفت الانونس على الفيسبوك ولبيتها، ولانه يمكن هالشيء بيدقرني او شايف اشياء بمحيطي وبالعائله كمان في اشياء كثيره، حبيت شارك حتى اكون عم ساعد حالي بالاول. نعم. حتى غير شيء بحالي. واذا فيني غير كمان بالمجتمع ليش لا. وفتت وما كنت ابدا متوقع انه هيك رح يصير، انه هالقد رح تكون الحمله هالقد لها اهميه. وهالشيء هالفرصه ما بتصير لاشخاص يمكن بمجال الاخراج والتمثيل. نشكر الله وبشكر الجمعيه والقيمين علي انهم اعطونا هالفرصه واهتموا فينا اكثر من اشخاص عندهم برودكشن هاوس. يعني كانت فرصه على الميلتين. اول شيء الواحد كمان كانت هالحمله فعاله على كل شخص شارك بالورك شوب، صار عنده الوعي الاكبر، حتى لو كان هو يمكن بفكر انه هو ضد العنف طبعا، بس قويت هالشيء اكثر عندكم اكيد هالفكره. كنا عم نحكي انا وياك زينب مع الشباب كمان برات الهواء، عم نقول انه هي حلقه العنف، يعني اللي بعنف المراه بعنف الاولاد بعنف كل العائله يعني. فكمان هيك لا اكيد نحن كمان انه موجودين، يعني نحن عندنا سنترز، سوشيال سنترز وبي اتش سيز، بنشتغل عندنا سوشيال وركرز، عاملين اجتماعيين بيشتغلوا على الارض، ونحن عم نشوف العنف كل يوم، عم نشوف البي اللي عم يعنف الام، والام اللي عم تعنف اولادها، فهي عن جد فيشس سايكل. فالفكرة انه كثير اشخاص بيقولوا لا الولد لازم يتعنف او الولد لازم نربيه يتربى ويتقلص وينضرب شوي. فنحن الفكرة انه نحن نوعي هيدول العالم، ونحن نفرجي بالاحرى نعطيهم التولز او الريبليسمنتس، انه انا اوكي بدي اقول الضرب منه مزبوط، لا لازم اعطيهم انا positive discipline mechanisms. ف فكرة كثير انه الحمد لله يعني كانت كثير ناجحة بالنسبة لنا، لانه شفنا بلشنا نشوف بلشت العالم تحكي. فاول شيء اول مرحلة هي الوعي، بعدين ان شاء الله ما نبلش نشتغل. نحن هلا عم نشتغل اكيد مع منظمة ابعاد، بس مع كمان مع وزارة الشؤون الاجتماعية، وهن كثير مهتمين بهدول المواضيع، وعم نشتغل كمان معهم على ستاندردايزيشن لدوكيومنتيشن تولز وسكرينينج تولز حتستخدم بكل المراكز الشؤون الاجتماعية بقلب لبنان، واكيد اكيد بمراكزنا نحن كاي ام سي. لمستوا يعني من خلال تجربتكم الخاصة، وكمان انتم شباب فيكم تعطونا خبراتكم، انه في اشخاص عم بيكونوا معنفين معنفات وهن مفكرين انه الوضع طبيعي؟ اكيد. هيدي مشكلة كمان، لازم الواحد يعرف انه مش هيدا المضبوط يعني. ايه صحيح. سوري، اذا بدي احط شيء، انه في وحده من الاثباتات اللي عملناها انه بنحضر على التي في كيف عم نعامل المرأة بعض المجتمعات، وبيجي حدا ما بيطفي بيقول له خلي هالحكي للمسلسلات مش عندنا. في تربية يمكن شوي خاطئة عم تكون موجودة بالمسلسلات أو بحياتنا الاجتماعية، وهالتربية عم تساهم أكثر بأنه العنف يكون موجود أكثر. صح. بالواقع لا، نحن لازم نكون عم نتشارك أكثر إيد بإيد حتى نخلي ثقافة التواصل والمحبة هي اللي تكون عم تفيد. العنف ولا مرة كان هو السبيل حتى نتواصل، بالعكس هو كان عم بيقيدنا اكثر وما عم بيساعدنا حتى نحل. والحروب اللي صارت وهيك والاشخاص اللي طلعوا من الحروب تعلموا اشياء كثيره من وراها. اكيد. هون بس خلينا كمان نلخص انه نقول العنف مش بس بالضرب، بالخبيط. العنف كمان في التعنيف الكلامي اللي هو اخطر كمان بكثير، يعني كل انواع العنف هي مرفوضه. بدي اختم معكم زينب بفكره بتحب تقوليها كمان مع هيدي الحمله طبعا يلي هي ضد العنف.
نحن أهم شيء عنا أنه نفرجي هي عن جد شو هو مفهوم الرجولة بمجتمعنا وبالعالم ككل. هيدي الحملة بالأساس هي ما نوعي العالم فيها، ومنتأمل بيسكلي أنه الرسالة تتحول لمفعول. ونحن عم نشتغل على الأرض الحمد لله، وبالأساس عم نشوف كتير تعنيف وعم نشوف كتير عنف، وعم نعطي أمرات مبررات للرجل لما عم يصير في عنف بقلب المنزل. ونحن أكيد عنا هلأ برنامج مع كمان أبعاد عم نفتح مركز للرجال. هذا المركز بدنا نصير نستقطب رجال عندهم aggressive behaviors. فالفكرة أنه نحن أوكي مش جايين ضد الرجل وما عم نلومه، بس بنفس الوقت ما بنعطي عذر، وبدنا نشتغل معه كرمال هيدي behaviors اللي هو عنده إياها يبلش يغير. فبالأساس نحن ما نبلش من وعي لفعل إن شاء الله. نعم. شباب عالسريع لأنه بدي أختم كمان. أنا من خلال شاشة الـ OTV بحب أقول كل رجال خد موقف ضد العنف. حلو. أنا كلمة صغيرة إنه الشهر اللي بتطلب جهوزية من قبل كل شخص وخاصة من قبل الرجل. إذا أنا ما كنت جاهز ما فيني أعمل شيء. مع كل شخص جاهز لازم يشتغل على حاله أكثر، وإن شاء الله بنوصل لثقافة بعد أحسن إن شاء الله. أهلا وسهلا فيكم زينب أرس، اسمك لأنه بيعني سلسلة جبال ما هيك قلت لي كلها أنت سلسلة جبال. ورودري كمان أهلا وسهلا فيكم، وإن شاء الله يا رب ما حدا يعنف لا بالكلام ولا بالضرب كمان ولا بشيء، ونكون كلنا هيك عايشين بسلام يا رب، هيدا الشيء اللي بنتمناه. أهلا وسهلا فيكم من جديد. أهلا مشاهدينا، لهون بيخلص يوم جديد، بكرة يوم جديد إن الله راد على الساعة 8. باي باي.